جدية. سلام. ما معنات كلمة أمجادك وراء؟ والله أني عارف أني بيقولها. أمجادك وراء يعني أن يعني الماضي كل ما لا 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 يعني أن الماضي حقك خلفك المجد ترثه يعني شيء تراث أنت شيء قديم. المجد يقول أمجادك وراء يعني يحسب السعودية يعني كل ما جاء أمجادك يعني مش مشهود كل ما جاء مجد روح اللي بعده أطمح. لا ها أمجادك وراء لا شو مهند مهند عندك إجابة؟ هذا مهند ما اسمع معناته أمجادك وراء أمجادك وراء يعني جاوبنا يعني لا يعني أمجادك وراء يعني المجد المجد دائما يكون إيه ماذا يقصد الشاعر بكلمة وراء؟ وراء يعني في خلف ايوه دايره السعوديه كذا طق لا 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 تقدم وصل لك اثر الحين لو اقول لك تاريخ التاريخ فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا قادم فعل ماضي والله كنت فوق الامجاد مروح اوكي حتى انت امجادك صراحه تهدم يعني في غمضتها الحين دقيقه بالله التاريخ فعل ماضي صح ايه خلاص امجادك وراء المجد يصنع المجد انا ادري بس ولا المجد يبقى وش في الخلف يعني ورا لا المجد هي والمجد ورا يعني ايش معناته المجد ورا هو هنا السؤال نكبت ها يا اخوي يعني استفدنا من المجد بزارة بتفلسف بس يلا 150 150 اي واضحه طيب صب لنا معك ابشر والله بس سعد انا ما شربت لا والله